رجل جاء مع زوجته في نهار رمضان وهما صائمين، ثم يفطران بعد ذلك، وهما يفعلان ذلك عن جهل بالأحكام الإسلامية. وبعد أن عرف ذلك أراد أن يكفر عما سلف، ولكن المرأة توفيت قبل أن تكفر عن ذلك، والرجل الآن يريد أن يكفر عن نفسه وعن زوجته المتوفية، فماذا يلزمه من الكفارات عنه وعن زوجته؟ ما أتى زوجته في رمضان صائم فقد تجريمة، تجريمة عظيمة ومنكر عظيم، وهذا في الغالب لا يخفى، يعني هذا من الأمور العامة بين المسلمين والمعروفة بين المسلمين، أن الزماع ممنوع في الصيام وليس بجائز بل هو حرام، ولا يخفى في الغالب على المسلمين. فمن أتى ذلك فإنه عليه كفارة وجدير بالتعذيب والتأديب عن عمله السيء، وعليه كفارة عن ذلك وهو عتق رغبة مؤمنة. فإن عجل صام شهرين متتابعين فإذا استطاع طعام 60 مسكينا إذا كان جماع في رمضان، أما إذا كان في رمضان في قضاء رمضان أو في نذر فعليه التوبة وعليه قضاء اليوم الذي أفطر، وأما في رمضان فعليه مع قضاء اليوم عليه كفارة عتق أمة أو عبد مؤمن أو مؤمنة. فإن عجز صار شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين فقيرين. هذا هو الواجب في هذه المسألة مع قضاء اليوم أو الأيام التي أفطرها، كل وطن في يوم عليه كفارة فيه مع قضاء اليوم نسأل الله العافية. وإذا مات تقضى عنها اليوم أو الأيام التي جعل فيها جريمة تقضى عنها، يقضي عنها أقاربها. وشوفين مرتب ما تبتقين، فإن لم يستطع أولا العز على أول، فإن عجز في الصيام، فإن عجز فيطعم 60 مسكين، مو مخير مرتب. كذلك إذا كان عليها صيام إذا مات ولم تصم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليها صيام صام عنه ولي، طبعا أختها أو أمها أو أبوها. الأجنبيات وأولياءهم أن هذا شيء ممنوع من طريق استغلالهم ومن طريق المسؤولين عنهم حتى يبلغوا أن هذا شيء ممنوع وأن لا يسمح به في أسواق المسلمين.